سقوط مديرية الجوبا بيد قوات الحوثي جنوب مدينة مأرب وظهور مفاجئ لمقاتلي الجماعة من أمام منزل مفرح بحيبة. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أفادت مصادر محلية مطلعة في مأرب عن سقوط مديرية الجوبا بيد قوات الحوثي جنوب مدينة مأرب، وبحسب المصادر فإن قوات الحوثي أحكمت سيطرتها على كامل مديرية الجوبا بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش الوطني مع الحوثي منذ أكثر من 3 أشهر. وقالت مصادر إعلامية أن الحوثي تمكنت من دخول قرية واسط في مديرية الجوبا المحاذية لمدينة مأرب في ظل اشتداد المعارك في جبهات أخرى في المحافظة. ونشر القيادي الحوثي سعيد علي بحيبح المعين من قبل الحوثي وكيلا لمحافظة مأرب صورة له من أمام مستشفى 26 من سبتمبر العام في منطقة واسط بمديرية الجوبة، في حين نشر مراسل قناة المسيرة التابعة للجماعة صورا له من أمام منزل القائد البارز بجيش الشرعية وقائد محور بحان واللواء 26 ميكا اللواء مفرح بحيبة. جاء ذلك بالتزامن مع أعلان جماعة الحوثي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة وتحقيق نصر كبير للجماعة جنوب مدينة مأرب، وبثت مشاهد حية للعملية التي أطلق عليها فجر الانتصار.